طب ومين تاني يعني؟ طب قولي لي اول مشهد وقفتيه قصاد نجم كبير كان مين وحصل ايه؟ استاذ احمد مظهر في على هامش السيره. طبعا كنت لسه يعني بقول يا هادي يعني وكنت عارفه هيبه الموقف، فصوتي لسه مش طالع، فهو لقيته بيقول لي تعالي انت حلوه في البروفه، كنت حلوه خشي قولي. والله هو اللي خلاني فعلا دخلت. وكان مشهد بقول فيه مونولوج صغير كده بس كان حلو قوي، ولقيت نفسي بعيط فيه، عارفه انفعلت انفعلت وشجعني. يعني كنت خايفه فشجعني ان انا اعمل ده. ف الناس دي جميله قوي. الناس مين تاني كان ليه تاثير او ساعدك، نقدر نقول ساعدك في لحظات ادائك؟ مين؟ كلهم على فكره ساعدوني بلا استثناء. لانه انت لما بتشتغلي مع فنان كبير بتبقي حاسه بالثقه في نفسك، وبتبقي حاسه انك ايه، ما في انا في انا هو انا داخله هبقى نديه في النديه في الاداء، يعني لازم ابقى على المستوى ده. فاجتهادك بيبقى اكتر واعمق، انك لازم تبقي على مستوى الفنان ده. انتش اقل يعني، كان مخك حاضر انك لازم تبقي على قد المستوى ده. على قد المستوى بالظبط، مخك حاضر طبعا طبعا. لكن في نفس الوقت كان برضو في وسط ده انت عندك الحماس ده، لكن في وسط ده برضو انت لسه خبرتك مش قد كده. فبلاقي مثلا يحيى الفخراني يقول لي ملحوظه، نور الشريف يقول لي حاجه بتفيدني. تعلمت منهم طبعا، الناس دي تعلمت منهم، تعلمت منهم كتير. يعني مين اكتر مخرج افادك وانت طالعه واثر فيكي وما تنسيش ملحوظاته؟ يحيى العالم يلا يرحمه. الله يرحمه. كان بسيط في شغله جدا، بسيط في شغله ومش وتحسي بالسلاسه. وبعدين بيفهم الفنان، وعنده تعامل راقي قوي في مع الفنان، فبيخلي اللي جواكي كله يخرج من غير ما تبقي مشدوده، حاسه بسلاسه في التعافة. في نصف الربيع الاخر انا استمتعت بالشغل معاه. طب يقال ان هو راهن عليكي، على فادي عبد الغني بالتحديد، في الدور اللي عملتيه في نصف الربيع الاخر، بالرغم من ان الاستاذ محمد جلال عبد القوي كان رافض انك تعملي هذه الشخصيه. تذكري الموقف ده وحصل ايه؟ طبعا. انا لما عملت المال والبنون كنت في، يعني هو طبعا حصل نجاح كبير قوي للشخصيه فوزيه، والناس بقت مبسوطه منها جدا. فلما جه بعديها على طول نصف ربيع الاخر، استاذ محمد جلال قال لك لسه خارجه من ملم البنون وعامله شخصيه مغايره تماما لشخصيه سعاد الانصاري، يعني موضوع تاني خالص. يعني شخصيه واحده يعني دي ست عاقله قوي ودي ست مجنونه قوي، فمختلفه تماما. فخاف، قال لك مش هتعمل الدور. فقال له لا بلاش فادية، يعني ست لسه طالعه من نجاح مش عايزين يعني. فقال له انا عايز فادية وانا هراهن عليها فادية. وفعلا عملت الدور وانا بتلقى نجاحي. لقيته يعني الحقيقه هو كان وجهه نظره، الناس كلها قالت ان وجهه نظره، هو نفسه محمد جلال عبد القوي قال لي كان فاهم وعارف ان انا ممكن اتحول من الشخصيه دي للشخصيه دي واعمل دي بشكل ودي بشكل تاني.